السلام عليكم، مرحبا بكم نسجي اسكا. سويعات فقط ويتم الإعلان عن صفقات شبيبة القبائل. بطبيعة الحال عندك الماليان ربما الإفريقيان اللي راهم اجتازوا الفحص الطبي في انتظار بقية اللاعبين. أيضا في معلومات أنه لاعب آخر رفض شبيبة القبائل. ماذا يحدث في شبيبة القبائل؟ ديروا لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق. هنا إدارة شباب أول أثباتنا ترد بسلب على طلب شبيبة قبائل لتسريح الحارس لفقون. ماذا في سابقة؟ يعني هذه هي المرة الأولى لشبيبة قبائل يتقدم تقريب 35 لاعب يرفضون تمثيل شبيبة القبائل، وهذه سابقة تحدث في شبيبة قبائل وإدارة شبيبة القبائل. المهم سويعات فقط ويعلنوا على صفقات شبيبة قبائل، إن شاء الله تكون مليحة. وفقط في انتظار بعض الصفقات، بقى قليل الميركاتو. ما هي المفاجأة يا ترى في هذا الميركاتو؟ يعني صامت على أنصار شبيبة قبائل. لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق.